بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 177. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نحن مع المؤلف في حديثه عن القطع في السرقة، ومضى معنا في اللقاء السالف الشروط الثلاثة للقطع: أن يكون المسروق مالا محترما، وأن يكون نصابا، قال في الثالث رحمه الله، وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الشرط الثالث من شروط وجوب قطع يد السارق السرقة أن يخرج المال من الحرز، أي يشترط الحرز. والحرز سيأتي كلام المصنف في أنه ما العادة حفظه فيه. نعم، العادة حفظه فيه، وسيأتي تفصيل هذا. لكن إذا سرقه من غير حرز فلا حد عليه، إذا سرقه من غير حرز فلا حد عليه لفقدان شرط من شروط وجوب القطع، ولأن غير المحرز يكون الإهمال من صاحبه، غير المحرز يكون الإهمال من صاحبه. نعم. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني يرجع فيه إلى العرف، لأنه لم يرد فيه تحديد من الشارع، فيكون تحديده بالعرف ما اعتاد الناس أن يجعلوه فيه. والأموال تختلف، والبلدان تختلف، والسلاطين تختلف، فلذلك لم يوضع حد للحرز لأجل أن يتجارى مع الواقع، مع الناس. نعم. قال: ويختلف باختلاف الأموال. اختلف باختلاف الأموال، لأن الأموال الثمينة لها حرز كالذهب والفضة والجواهر. نعم. والأغنام مثلا لها حرز، والأخشاب لها حرز، كل شيء له حرز، والدواب الإبل لها حرز، كي يأتي كل هذا. نعم. قال: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان. والبلدان، قد يكون البلد هذا بلد آمن، والأمن فيه قوي، وأهله طيبون يتجنبون الحرام. نعم. وعدل السلطان وجوره، ويختلف باختلاف السلطان، قد يكون السلطان قويا وحازما، وقد يكون السلطان مضيعا ومتساهلا. نعم. قال: وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. قوته وضعفه وعدله وجوره، بأن إذا كان ظالما فلا شك أن الناس يحترزون أكثر. نعم. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران، الأشياء المثمنة كالدراهم والدنانير والجواهر والقماش، هذه حرزها يكون في الدور وفي الدكاكين وفي العمران، ولا بد أن تكون في محلات مغلقة عليها بالأغلاق وهي الأقفال، فهذا حرز، هذا نوع، هذا أرقى أنواع الحرز، وهذه الأموال هي أرقى أنواع الأموال، فلذلك يتحفظ عليها أكثر. نعم. فلو أنه وضعها في من غير، لو وضعها من غير هذه الأمور فإنها لا حد فيها. فلو وضعها في البيت، ولو وضعها في البيت ولم يجعلها في المستودع الذي يغلق، وأخذت من وسط البيت، هذه غير محرزة. أو البيت مفتوح لم يغلق
ودخل السارق، فهذا غير، حتى ولو كانت الأشياء هذه في أمكنتها، لأنه يهتكها ويأخذها، فلا بد أن تكون الأبواب مغلقة، ولا بد أن تكون الأموال في خزائن، في خزائن عليها أقفال. نعم. قال: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. إيه، لا بد أن تكون هذه التحفظات كلها، فلو وضعها في البر مثلا أو في الشارع أو وضعها في داخل البيت من غير خزينة أو في خزينة مفتوحة غير مغلقة فإنها لم تحرز. نعم. وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. أما ما كان في الأسواق، يعني مثل عمل الباعة، نعم، والبساطين اللي أموالهم في الشارع، لأنهم يحتاجون إلى هذا، أنهم يضعونها منشورة في الشارع لأجل العرض. وقدور الباقلة أي قدور الفول، والبقل المراد به الخضروات المعروضة للبيع. نعم. ونحوهما مما يباع في أسواق الناس، في أسواق الناس ويعرضونه أمام الناس، فهذا حرزه من وراء الشرائج، والشرائج هي الأشياء التي تعمل من السعف، يرص بعضها إلى بعض وتضبط بحبال، ما يسميه الناس الصرائف، يسمونها العوام الصريفة، ومثلها الشبوك اللي تحط، بل مثله أستارة، الآن البساطين يجعلون ستارات على، إذا قاموا للصلاة يجعلون ستارات على بضائعهم، هذا يعتبر حرز، هذه الستارة وهذه الشريجة وهذه الأشياء الحائل يعتبر حرزا. أما لو تركت هذه بدون أن يوضع عليها شيء فإنها غير محرزة. نعم. قال: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، يعني بشرطين، أن يكون عليها شرائج أي شيء ساتر يسترها عن أنظار الناس لئلا يطمعوا فيها، والشيء الثاني أن يكون في السوق حارس، فلا تكفي الشرائج وحدها، بل لا بد أن يكون في السوق حارس ينظر إليها. نعم. وحرز الحطب والخشب الحظائر. وحرز الحطب والخشب الحظائر، وهي الأمكنة المحوطة بالشجر، الحظائر الأمكنة المحوطة بالشجر. نعم. وحرز المواشي الصير كذلك، حرز المواشي من الإبل والبقر والغنم، الصير جمع صيرة، وهي نفس الحظائر، هي نفس الحظائر، لأن يعني من عادة الناس أنهم في الليل يجعلون الدواب في حظائر أو ما يسمونه بالأحواش. نعم. وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، يعني حرز المواشي بأمرين، الأمر الأول إذا كانت في المبيت وفي الليل ففي الحظائر، أو قل في الأحواش، أحواش أهلها. أما في النهار فحرزها في المرعى بالراعي، الراعي ونظر الراعي إليها، فإذا كانت في البر بدون راعي فإنها غير محرزة، فإنها غير محرزة حتى يكون معها راعي ينظر إليها. نعم. وأن تنتفي الشبهة، الشرط الرابع نعم، أن تنتفي الشبهة أي الحجة التي قد يحتج بها السارق لأنه يعتمد عليها ويظن أنها تبرر له أخذ هذا المال، إذا كان عنده شبهة يستند إليها ولو خطأ فإنه لا قطع عليه. نعم. قال: فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، لا قطع على الولد بالسرقة من مال أبيه وإن علا كالجد وجد الجد، لأن الولد له النفقة على والده، فربما يعتبر هذا شبهة أن له أن يأخذ من ماله بدون إذنه. نعم. ولا من مال ولده وإن سفل، من باب أولى لا قطع على الوالد من مال ولده وإن نزل، وإن سفل يعني وإن نزل، كابن الإبن وابن إبن الإبن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولأن نفقة الأب واجبة على الولد. نعم.
والأب والأم في هذا سواء. يعني ليس هذا خاصا بالأب، وإنما الأم مثل الأب، فإذا أخذت من مال ولدها أو هو أخذ من مال أمه فلا قطع عليهما. نعم. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. أما القريب غير عمودي النسب فإنه يقطع به، لأنه تقبل شهادته له. نعم. فكذلك إذا سرق من ماله فإنه تقطع يده. نعم. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان كذلك. من الشبهة التي تدرأ الحد إذا أخذت الزوجة من مال زوجها، أو الزوج أخذ من مال زوجته لما بينهما من الخلطة. نعم. وما بينهما من العشرة والتساهل فيما بينهما، فربما اعتمد أحدهما على ذلك فأخذ من مال الزوج الآخر فلا قطع عليه في ذلك، هذا من الشبهة. قد قال صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم. نعم. لكن يبقى طبعا ما يردعه من التعذيب والتعزير الأشياء الأخرى باقية. نعم. قال: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. ولو كان، يعني لو أن الزوج أو الوالد أو الولد كل منهم هتك الحرز وأخذ المال فإنه لا قطع عليه إذا كان بينهما شبهة. نعم. وإذا سرق عبد من مال سيده، أو سيد من مال مكاتبه، أو حر مسلم من بيت المال، كل هذه من الشبه. إذا سرق عبد من مال سيده، عبد من مال سيده، لأن نفقة العبد على سيده، فإذا أخذ من مال سيده ظانا أن هذا من النفقة فإنه لا حد عليه. نعم. أو سيد من مال مكاتبه، من باب أولى. أو سيد من مال مكاتبه، وهو الذي باع عليه حريته بمال يؤديه، إلا أن السيد أخذ من مال، سرق من مال المكاتب، فإنه لا حد عليه لأن المكاتب عبد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم. أو حر مسلم من بيت المال، أو كان المال عاما للمسلمين وجاء واحد من الرعية وأخذ من بيت المال فلا قطع عليه لأن له حقا في بيت المال، فيدرى عنه الحد. لكن ليس معنى هذا أنه يترك يتلاعب في بيت المال. نعم. بل يردع بأمور أخرى. نعم. أو من غنيمة لم تخمس، أو سرق من غنيمة لم تخمس، يعني لم يخرج منها الخمس الذي هو لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن بيت المال له سهم في هذه الغنيمة، وهذا له حق في بيت المال، وبيت المال له سهم فيها، فيكون هذا شبهة تدفع عن الحد. أي نعم. أو فقير من غلة موقوفة على الفقراء، أو يكون في غلة وقف مجموعة وجاء فقير وأخذ منها فلا حد عليه لشبهة، لأن له حقا في هذا المال، له حق في هذا المال، لكن المفروض أنه ما يأخذه إلا بطرق شرعية، لكن لو أخذه بدون الطريق الشرعي فهذا لا شك أنه محرم ويعزر، لكن لا يجب عليه القطع. نعم. أو شخص من مال له فيه شركة، هذا كله من الشبه. أو سرق شخص من مال له فيه شركة، مثل الشركاء في الشركة. نعم. واحد منهم أخذ من صندوق الشركة، مثلا كسر القفل وأخذ من مال الشركة، لا تقطع يده لأنه شريك وله سهم في هذا المال، ربما أنه توهم أن هذا يسوغ له الأخذ. نعم. أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. نعم. أو شخص من مال، أو شركة، أو شركة لأحد ممن لا يقطع بالسرقة، لو كان ولده شريكا في هذه الشركة، أو أبوه شريك في هذه الشركة، أو الزوجة زوجها شريك في هذه الشركة ولا قطع عليها. يعني أو شخص من مال له فيه شركة، أو لأحد، أو لأحد له شركة هنا، ممن لا يقطع بالسرقة منه. هنا قال لم يقطع. نعم. في جميع هذه الأحوال لوجود الشبهة. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس ثبوت السرقة، ثبوت السرقة، ولا تثبت إلا بأحد أمرين: الأمر الأول شهادة عدلين،
يشهدان عليه بالسرقة، فإذا شهدا عليه بالسرقة ووصفاها بما يزيل التهمة فإنها يجب القطع. الأمر الثاني الإقرار، أن يقر السارق، أن يقر السارق، ولا بد أن يكرره مرتين، يكرر الإقرار مرتين فلا تكفي مرة واحدة. نعم. قال: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين. إيه نعم. ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. نعم، يشترط في الإقرار شرطان: الشرط الأول أن يكون مرتين فلا تكفي مرة واحدة، لأنه ربما توهم أن ما ليس بسرقة سرقة. نعم. فإذا كرر فإنه يدل على أنه متأكد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يستمر على إقراره، أن يستمر على إقراره حتى يطبق عليه الحد، فإن رجع عن إقراره قبل أن ينفذ الحد فإنه يخلى، إنه يخلى سبيله. هذا في الإقرار. أما في الشهادة العدول إذا شهدوا عليه فلا ينظر إلى إقراره ولا إلى إنكاره. نعم. وأن يطالب المسروق منه بماله. نعم، هذا الشرط الأخير، الشرط السادس، أن يطالب المسروق منه بماله. فإن لم يطالب فإنه لا يجب عليه القطع، لا يجب القطع على السارق. نعم. وإذا وجب القطع، لأن صفوان بن أمية طالب بالرداء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. نعم. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسن. إذا توفرت الشروط الستة السابقة وتقرر القطع فإنه تقطع يده اليمنى، لأن في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فاقطعوا أيمانهما، تقطع اليد اليمنى، ولأن اليمنى هي التي تباشر العمل. السرقة والعمل أقوى من غيرها. نعم. من مفصل الكف، اليد تطلق على الكف. نعم. تطلق إلى الكف وتطلق إلى المرفق وتطلق إلى العضد، كل هذا يسمى باليد، والمراد هنا الاصطلاح الأول وهو الكف، من مفصل الكف. نعم. قال: وحسمت. نعم، من مفصل. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، لأنه هو الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة، فيكون القطع من مفصل الكف لا من مفصل الكوع ولا من مفصل العضد. نعم. وحسمت. وحسمت يعني عمل لها عملية تمنع النزيف. نعم. وكانوا في الأول يحسمونها بالزيت المغلي، والآن وجدت وسائل الطب الحديثة، فالأطباء الذين يحضرون يحسمونها لئلا تنزف، لأنه ليس المقصود إتلافه، ليس المقصود إتلافه، وإنما المقصود ردعه وإقامة الحد عليه، فلا يزاد على القطع. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا، نعم، أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم، إذا شرط، إذا أخذ مالا من غير حرز، ثمرا من النخل مثلا أو من الشجر، أو كثرا وهو طلع الفحال، فحال النخل، لو جاء واحد سرق من الثمر صعد الشجرة وأخذ منها، أو صعد الفحل وأخذ من طلعه لأن له قيمة، فهذا لا قطع عليه لأنه غير محرز، ولكن تضاعف عليه القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق: من أكل منه بفيه لحاجة غير متخذ خبنة، هذا مباح، يعني إذا مر بالشجر أو بالزرع أو فله أن يأكل منه إذا كان محتاجا بفيه، ولا يأخذ منه شيء، لا ولا يتخذ منه خبنة، فإن أخذ منه شيئا فإنها تضعف عليه القيمة مرتين تعزيرا له على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق.
قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال. هذا وما بعده في من قتال البغاة هذا في حفظ الأمن، هذا في حفظ الأمن على المجتمع، فالذي يعتدي على الأمن ثلاثة أقسام، الذين يعتدون على الأمن ثلاثة أقسام، فإما أن يكونوا من قطاع الطرق، وإما أن يكونوا من البغاة، وإما أن يكونوا من الخوارج، هؤلاء هم الذين يخلون بالأمن في المجتمع ويخرجون عن قبضة السلطان. النوع الأول منهم قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس، يعرضون للناس فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة تحت وطأة السلاح في الصحراء أو في البنيان، يعني يدخلوا على الناس بيوتهم يهددونهم بالسلاح ويأخذون المال، أو يتعرضون للناس في الطرق في الأسفار ويقطعون الطريق ويقطعون المواصلات بين البلدان، لأن حاجة الناس بالمواصلات ونقل البضائع ونقل الأموال والضرب في الأرض للتجارة، فلا بد أن تؤمن السبل، فإذا حصل إخلال بأمن السبل يعني يتعرض لها قطاع الطرق أو اختل الأمن في البلد صاروا يسطون على الناس أو على الدكاكين أو على المعارض ويسطون بالسلاح ويأخذون المال مجاهرة، فهؤلاء قطاع طريق. وقد أنزل الله جل وعلا فيهم قرآنا، قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذه تسمى السرقة الكبرى، أما الذي مضى فيه القطع هذا السرقة الصغرى، وقطع الطريق يسمى بالسرقة الكبرى. نعم أحسن الله إليكم. قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، بالسلاح، أما لو عرضوا بدون سلاح فليسوا قطاع طريق. نعم في الصحراء أو البنيان، الصحراء أو البنيان خلافا لمن يخصص هذا بالصحراء، لأن العلة واحدة في الصحراء وفي البنيان، فإذا عرضوا للناس بالسلاح لأخذ أموالهم فهذا قطع طريق، بل ربما يكون جريمتهم في داخل البنيان أشد من جريمتهم في الصحراء. نعم فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، نعم يغصبون يأخذون المال جهارا لا سرقة وخفية، إذا أخذوه سرقة فهذا سبق حد السرقة. نعم فمن منهم قتل مكافئا، هذه عقوبتهم، عقوبتهم تتنوع بتنوع جرائمهم، فإذا قتلوا المعتدى عليهم فالواجب أن يقتلوا حتما ويصلبوا، ولا يدخل هذا العفو، لو جاء ولي القتيل وقال سمحت نقول لا هذا ما هو بحق لك، هذا حق لله وحق للمجتمع، فيقتلون يتحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويرتدع الناس إذا رأوهم. الحالة الثانية أن يقتلوا ولا يأخذون مالا، فهؤلاء يقتلون حتما ولا يصلبون، يقتلون حتما ولا يصلبون، حتما يعني لا يدخله العفو. الحالة الثالثة أن لا يأخذوا مالا، والحالة الثالثة أن لا يقتلوا، الحالة الثالثة أن لا يقتلوا وإنما أخذوا المال فقط، هددوا وأخذوا المال فقط، فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بأن يقطع من كل واحد كفه اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى من خلاف. الحالة الرابعة أن لا يقتلوا ولا يأخذون مالا وإنما أخاف الطريق فقط، فهؤلاء ينفون من الأرض بأن يطردوا من البلدان، فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
أو ينفوا من الأرض، أو في هذه المواضع ليست للتخيير وإنما هي للتنويع، إنما هي بمعنى الواو عاطفة، بمعنى الواو على قول. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه في لهذه الآية أنها مرتبة بحسب جرائمهم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.